في الوقت الذي ينتظر فيه مخرجات المفاوضات التي ستجري في الكويت وبدء سريان الهدنة المعلنة عنها لوقف إطلاق النار، تبدو الجبهات في هذه المدينة أكثر اشتعالا من ذي قبل. فالجبهة الغربية على وجه التحديد تدور فيها معارك هي الأعنف بين رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني وميليشيات الحوثي والصالح الإنقلابية. تتمكن فيها المقاومة الشعبية من تحرير مواقع مهمة كانت تسيطر عليها الميليشيات. لقد تم الهجوم على الأحياء السكنية التي أمامنا، والحمد لله بعد مناوشات كثيرة من قبلهم ومنا تم السيطرة على الأحياء السكنية، ونحن كنا ذاهبين إلى تبة غراب، تم القصف علينا بالقصف الهوزر والكاتوشة، لم نستطع أن نحن نطلع التبة وإنما حاصرنا المكان. إن شاء الله بالساعة القادمة وأول الأيام المقبلة سوف نسيطر على هذه التبة وعلى كثير من المناطق التي أمامنا. الوضع الإنساني في المدينة أيضا يبدو أكثر مأساة، فمع القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الإنقلابية بمدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزها في تبة سوفوتيل والمكلكل بصالة على المناطق المأهولة بالسكان، وارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين وتشديد الحصار على المدينة ومنع تنقلاتهم بوسائل عديدة، كان آخرها استحداث نقاط جديدة في مفرق شرعب، الطريق الوحيد الذي كان يستخدمه الناس لدخول المدينة بعد إغلاق جميع منافذ المدينة من قبل الميليشيات. تستمر الميليشيات في حصار الخانق على أبناء المحافظة، وكان آخرها مما حدث أمس من قطع الطريق وحصار أبناء المحافظة وآخرها في مفرق شرعب، مما يدل على أن الهدنة المدعين أنهم سيفعلوها إلا أنهم تزداد إجرامهم في ارتكاب المجازر بحق أبناء المحافظة. إعلان تأجيل وقف إطلاق النار مع سخونة الجبهات في المدينة وارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين من قبل الميليشيات، كلها مؤشرات تنذر بتدهور الأوضاع واستمرارية المأساة في هذه المدينة إلى أجل غير مسمى. جبهات مشتعلة ومجازر ترتكبها الميليشيات بحق أبناء هذه المدينة وحصار خانق في ظل الإعلان عن هدنة مرتقبة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.